مصر دايماً ولادة بالعقول اللي طورت وأنجزت في عدد كبير جداً من فروع العلم حول العالم. مصر اللي فيها أحمد زويل اللي عمل النانو تكنولوجي، اللي فيها مجدي يعقوب العالم المصري الكبير، أنجبت أيضاً أسماء كبيرة جداً. من ضمن الأسماء المهمة جداً في العلم في العالم هو الدكتور حاتم زغلول. دكتور حاتم زغلول هو عالم مصري، هو مخترع تقنية الواي فاي السريع اللي تم الاستعانة به من خلال كبرى شركات الاتصالات العالمية لتطوير التكنولوجيا المتبعة من الجيل الثاني من الموبايل. كان فيه قبل كده واي فاي بطيء، اللي طوره دكتور حاتم زغلول وبقى التقنية الأكثر استخداما في العالم كله. في صباح الخير يا مصر بيشرفنا ان يكون معنا هذا العالم المصري الجليل اللي قدر بالفعل ان هو يرفع سماء يرفع اسم مصر عاليا في سماء العلم، ويؤكد لنا ان مصر مازال فيها الامل من اجل خلق اجيال اخرى تحمل هذه الرايه من بعد. نرحب بحضرتك يا دكتور، منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر، وشرف كبير جدا لينا والله وجودك معانا. شرف ليا. اهلا دكتور حاتم. اهلا بحضرتك. الواي فاي تقنيه معروفه جدا ان هي التقنيه الاسهل والاوفر والافضل بالنسبه لكل مستخدمي الهواتف الذكيه. يعني لو بصينا كده على احصائيات هنلاقي فاتح الموبايل داتا كام واحد، واللي بيستخدم الواي فاي هنلاقيهم ناس كتير. حضرتك وفرت يعتبر ملايين الدولارات على عدد كبير جدا من الناس. ازاي طورت ده من خلال التقنيه الاولى اللي هي كانت متبعه الى تقنيه الجيل الثاني؟ هي قصه طويله بحاول اختصرها. احنا اختراع قبل الواي فاي، الاختراع ده كان بيحسن الاتصالات، لكن للاسف مع التقنيه اللي استعملت في الجيل الثاني التحسين ما كانش كويس، لان التقنيه نفسها مش مناسبه. ففكرنا ازاي نعمل تكنولوجيا تستعمل التحسين بتاعنا بكفاءه عاليه جدا. فوصلنا للتكنولوجيا اللي هي مبني عليها الواي فاي اللي اسمها ال WOFDM، ويعني طورناها وعملنا تجارب، وفعلا ظهر. يعني قبلنا كان مستحيل في بالتليفونات العاديه نعمل فوق 1 ميجا او 2 ميجا، لا انا الحمد لله يعني اول تجاربنا كانت 20 ميجا وكنا نقدر نعمل 100، فدي كانت الفكره. يعني معنى كده عشان اطور من حاجه محتاجه انترنت قوي يساعد ده، سرعة قوية تساعد ده. فلو بنتكلم على واي فاي ومش واي فاي، مش حتى 3G 4G و5G بالضبط، احنا حلينا المشكلة لكل الاتصالات السريعة. يعني فالجزء السرعة في 3G خدنا عليه يعني امتيازات، وال4G وال5G. يعني البداية كانت من كندا ولا البداية كانت من فين بالضبط؟ البداية من مصر طبعا. البداية من مصر طبعا، يعني خرج هندسة القاهرة وبعدين رحت كندا عملت ماجستير ودكتوراه في الفيزياء. انا قصدي ان بدايه الاختراع كانت من كندا، انا عارف حضرتك من خريجه القاهره. بدات ازاي؟ احكي لنا بقى القصه. يعني شركه الاتصالات في كندا اللي هي دلوقتي من اكبر او اكبر شركه اتصالات في كندا اسمها تيلس، طلبت مني اساعدهم يختاروا التكنولوجيا المناسبه لل2G. فاشتغلت معاهم، وكنت انا بعدت عن الاتصالات فتره، فاستعنت بصديق، فاستعنت بمشيل فتوش مصر، كان خريج برضه معايا من جامعه القاهره بس هو استمر في الاتصالات. ف يعني وتوفيق ربنا ان شركه الاتصالات دي اشترت اكبر شركه بتنتج موبايل في العالم ايامها، كان اسمها نوفاتيل، كانت برضه في كالجاري. سنه كام؟ 89. 89؟ 89؟ اه تمام. فدرسنا بقى مع شركه الموبايل دي، كنت انا رئيس المشروع، وطلعنا بتكنولوجيا الجي اس ام، وقلنا ان الجي اس ام هو افضل تكنولوجيا تستخدم. يعني درسنا كل بقى التكنولوجيات اللي موجوده، كان في 6 تكنولوجيات مقترحه لل2G. في الجو ده انا قلت لهم ان كل التكنولوجيات دي وحشه. فقالوا انت يا دكتور فيزياء جاي تقول لي جهابذه الاتصالات تكنولوجياتك وحشه؟ انا بتاع الفيزياء اهم. بالظبط. فقلت لهم السبب ان انا كنت بحب الانترنت. ال2G اقصى سرعه فيه كانت 250 الف معلومه في الثانيه، دي ما تسمحش بفيديو كويس، وايامها ما كانتش تسمح بفيديو حقيقي خالص. يا معانينا والله، يا معانينا، كانت الدايره عماله تعمل كلودنج. بالظبط. فال2G ما كانش كويس للفيديو. فانا كنت بمعرفتي للانترنت ان البني ادم لما هيدوق الفيديو هيزعل لو مش مستمر. صح. ف
ده كان سر ان انا قلت. فقالوا لي طب لان بقى انت تكنولوجي احسن من بتوعنا يعني. فهو ده اللي خلانا انا وميشيل نركز على ان احنا نلاقي حاجه بتسمح بالسرعه. بس ده اللي وصلنا للاو اف دي ام يعني. طيب دكتور وصلنا من اللودينج دي اللي بيحصل على الفيديو ان احنا بنتفرج على يمكن مسلسلات وافلام كامله النهارده من غير ما بتقطع لغايه ما وصلنا لحاجه اسمها ال 5G اللي العالم كله دلوقتي بيتسابق عليها. يعني ازاي بيتم تطوير التكنولوجي وبنوصل لغايه فين؟ هل بيجي سقف معين نقول لا خلاص احنا وصلنا ده للماكسيمم ولا كل شويه بيطلع حاجه جديده الفي ار والميتا وانه خلاص بدل ما كنا بس بنتفرج على فيلم احنا هنعيش جوه الفيلم؟ بيتم تطوير التكنولوجي ازاي؟ ده طبعا سؤال صعب جدا. يعني نقدر نقول ان الى حد كبير فيها نوع من الوحي او الالهام. فالواحد يعني بيجي له ان هو يسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا وبمعجزه بيحطهم مع بعض ويشوف حاجه في المستقبل محدش تاني شايفها. والعالم الصحبة بيبقى عارف التفاصيل اللي تقدر توصله من هنا. يعني حضرتك شفت ازاي؟ يعني انت قلت انا بدل ما فيديو على 2G مستحيل ان الناس تقدر تتفرج على فيديو فيه، انا هخلي الناس تقدر تتفرج على الفيديو ده ب 4 و5G. ايه تاني شايفه قدام؟ لا ساعتها كنا شايفين الاي او تي، يعني كنا شايفين ان البني ادم يقدر مثلا دلوقتي مثلا افكر انا قفلت البوتاجاز قبل ما اخرج ولا لا، ابص كده بصه سريعه على التليفون اقدر اقفل البوتاجاز مثلا. يعني الانترنت الاشياء دي اغراض الانترنت. الانترنت الاشياء فكرنا في دي، فكرنا في ان يعني هيبقى في مونيتورنج للصحه والحاجات دي كلها. طبعا الميتافيرس جايه وجايه بقوه للاسف يعني، ويعني ولادنا هيبقوا عايشين في عالم غير اللي احنا عايشين فيه، عالم افتراضي. غريب انك تقول للاسف يعني، لان احنا مستهلكين اكتر من منتجين. صحيح. فلو انتجنا محتوى للميتافيرس ومحتوى كويس، لان للاسف الميتافيرس يعني هيخلي الواحد عايش في عالم افتراضي، ف يعني ممكن ما يرجعش العالم بتاعنا كتير يعني. طب انا عايز ارجع لميشيل وسنه 89 عشان ما يعني عايز اخد القصه منك كامله. قعدت تشتغل من 89 لغايه سنه كام؟ وازاي ساعدتك الفيزياء مع مجابهتك لعلماء الاتصالات؟ الفيزياء هي ام العلوم بالنسبه لكل العلوم الوافده اللي تحتها يعني، فازاي الفيزياء خليتك تتفوق على علماء الاتصالات في هذا الامر؟ هو السبب الرئيسي ان ميشيل كان هو عالم اتصالات، فجي قال لي انا لقيت تكنولوجيا تستعمل الاختراع بتاعنا اللي بيحسن الاتصالات ده، ويعني شرح لي الاو اف دي ام. فاما شرحه لي شفت، ودي بقى الرياضه اللي هي الرياضه والفيزياء، شفت ان في ثلاث مشاكل في الاختراع في اللي هو شرحه لي. فاول رد فعل من ميشيل ان يعني خلاص بايظه يعني. فقلت له لا نقعد نفكهم يعني. ففعلا في 20 دقيقه حلينا مشكلتين والثالثه اتحلت لوحدها بمعجزه كده. 20 دقيقه في 20 دقيقه. لو احنا كنا نعرف ان الكلام ده كله كان معروف والعالم كان عارف بس مش عارف يحل المشاكل، ما كناش حاولنا نحلها يعني. فنوع من السذاجه على نوع من ان دخلنا رياضيات صعبه جدا في الاتصالات يعني. ده كان سر يعني كودينج عملته يعني عملته ايه يعني بشرح بسيط يعني. انا برضو عارف ان هو موضوع متخصص بس عشان نبسطه للناس يعني. يعني هو في حاجه في الرياضيات اسمها الفورير ترانسفورم، تحويل فورير. فخدنا التحويل ده للمعلومات قبل ما نبعتها، واما بنستقبلها بنعمل التحويل العكسي. التحويل ده بيخلي الاتصالات اسهل جدا يعني، التعامل مع الموجات السريعه يعني. ايه الاو اف دي ام بمنتهى البساطه؟ بندي الشخص الواحد اكتر من موجه في نفس الوقت. في الواي فاي بندي له 64 موجه، في الفور جي بندي له 256 موجه. الفكره ان انت ليه ما تديلوش بقى موجه واحده كبيره بدل ما بتدي له 64 جواها؟ لان احنا بنعرف نصلح ال 64 موجه، ما نعرفش نصلح
الكبيره دي مره واحده، بتحتاج كمبيوتر قوي جدا. لكن 64 واحده صغيره اسهل، دي مشكله مشهوره في الرياضيات. فده اشتغلت على الملف ده، دخل الرياضيات والفيزياء في الموضوع يعني. دكتور عشان توصل من حته لحته او من مكان لمكان، عشان تابجريد من 2G ل 3 او 4 او 5G، كان اكيد في ستاديز كتير او دراسات كتير عملتوها. حابه اعرف رحلتك عنها، انه الدراسات دي وانتم بتعملوها هل كنتوا واثقين من نجاحها ولا في منها فشل وبعد كده نجحتوا؟ تحكي لنا عشان الناس بتتفرج عليك وعايزين ياخدوا الهام من قصتك. يعني انا لازم اقول الاول، يعني انا كنت بذاكر كتير جدا، وانا قعدت في الجامعه 18 سنه، فما بين هندسه وبعدين علوم وماجستير وبعدين دكتوراه، فانا عملت برضو بكالوريوس رياضيات. فالفكره ان مع العلم الكتير بتبدا تظهر حاجات بقى. يعني سر ان الواحد بيقدم حاجه جديده خالص انه بيبقى عارف العلم واقف فين او التكنولوجيا واقفه فين. فلما نعرف ان في احدث ما هيتعمل، احنا بنقول ال2G هيظهر كمان سنه ونص، وهو لسه ال2G ما ظهرش، فهمنا مشكلته وفهمنا ايه الخطوه اللي بعد كده. فاحنا لو كنا عملنا حاجات بسرعتنا احنا، كان ال4G ظهر من 96 او 97. لكن انا لما بسمع ان حضرتك اشتغلت في الموضوع ده سنه 89 وعارف ان الموبايل دخل مصر 96، بحزن قوي برضه. يعني انا عارف ان احنا يمكن اكيد هم كل الدول الغربيه لما بتستعمل تقنياتها بتبقى هي الاولى ان هي تشتغل الاول، لكن احنا بنشتغل بعدهم. لكن لما طورت ده اخذ وقت قد ايه علشان يظهر في السوق؟ يعني انا عارف ان الموضوع بتاخد وقت. حضرتك برضه نرجع على صديقك ميشيل، قعدته وحضرتك فيزيائي وهو بتاع اتصالات وعملته كده، عشان برضه ناخد الموضوع تسلسل بالتواريخ يعني يا فندم، عشان برضه المتابع ما يتوهش مننا. في ميشيل قعد معايا القعده بتاعت الشرح الاو اف دي ام دي في مايو 91، وعلى اوائل يونيو 92 كنا كتبنا الاختراع، قدمنا الاختراع في مارس 92، ابتدينا شركة في يناير 93، اكتوبر 93 كان عندنا نموذج من الاختراع، نموذج شغال ونوريه للناس بيثبت ان كل اللي بنقوله يشتغل صحيح. كان كبير، فابتدينا نصغره، صغر على سنة 97. و97 كان بداية ان احنا نقدر نحط الجهاز كله على شبه موصل واحد. ف97 بقى ابتدى العالم يهتم بصورة كبيرة جدا يعني. فطلع اللي هو المواصفات القياسية اللي هو الواي فاي اتبنت عليه بقى سنة 98. اول شيبس شبه موصلات طلعت سنة 2000. على 2003 كان الارقام بقى يعني 21 مليون اتباعوا في الكورتر الاولاني، الربع الاولاني من 2003 واستمرارا لغايه النهارده فوق 22 مليار افتكر جهاز واي فاي. وكل ده يعني حضرتك براءة الاختراع، انت اللي حضرتك شايف الارقام دي كلها يعني. هو الاختراع طبعا وقف سنه 2012 لانه عمره 20 سنه، فيعني كنا خلاص بقى كده ملكيه عامه، العداد كان شغال ل 2012. طيب هل في دراسات بعد ال 5G؟ هل في حاجات بيشوفوا 6G؟ ما اعرفش يعني. هو في سؤال ظريف، ايه اللي جاي؟ فاللي جاي منقسم الى شقين. شق منه السرعه. انا بهزر دايما اقول بعد ما احنا علمنا الناس ازاي يعملوا سرعه عاليه في الموبايل، بيتسابقوا بقى اللي بيتسابق بعكاز، اللي بيتسابق على حمار، اللي بيتسابق على حصان، على السرعة. فده شق، وده الـ 5G والـ 6G اللي بيتكلموا عنه. الـ 6G مفروض يبقى 1 تيرا بيت بير سكند، أرقام ملهاش معنى للأشخاص. أنا وجهة نظري ووجهة نظر ناس كتير معايا إن لا، إحنا عايزين نرخص الاتصالات علشان توصل لنص العالم اللي ما عندوش اتصالات. نص الكرة الأرضية فعلا لا يصل أي نوع من الاتصالات. فالفكر هنا إيه؟ في جهاز التليفون، انا معايا مثلا تليفون 5G،
التليفون ده الواي فاي اللي جواه مكلفه دولار واحد، الفور جي اللي جواه مكلفه من 7 ل 12 دولار، الفايف جي مكلفه حاجة و60 دولار. احنا بنتكلم ان احنا مش مهتمين قوي بالسرعة، لانه النهاردة خلاص احنا وصلنا لسرعة مناسبة جدا، لكن بنتكلم على نسبة كبيرة جدا من الكرة الارضية ما بيوصلهاش فعلا اتصالات، فدي حاجة هتساعدنا ان احنا نتواصل مع بعض، يمكن ده الهدف الرئيسي من الانترنت. بالضبط. فالفكرة ان احنا مع لو استعملنا الرخيص ده اللي هو الدولار والراوتر بتاع الانترنت، احنا عارفين 300 جنيه و600 جنيه رصيف دلوقتي فعلا. بالضبط. فلو احنا بنينا شبكة مبنية على الواي فاي هتبقى ارخص بكتير جدا من شبكات الموبايل عادي. في ثلاث مشاكل في الواي فاي كانت تمنع ان نبني عليه نظام موبايل. فالحمد لله حليناهم وزقين في ده الاتجاه الثاني، يعني الاتجاه الثاني هو تعميم الاتصالات. في دول كتير يعني رحتها كسائح يقول لك احنا عندنا الواي فاي ببلاش وكل الاماكن، بس في حقيقه الامر لما تمسك الموبايل انت مش لاقي اي شبكه، وبتضطر برضه تستخدم الموبايل داتا وتخش على الرومنج، وقصة طويلة جدا. أكيد حضرتك سافرت كتير وفاهم كويس قوي أنا بقول إيه. ليه يا فندم؟ لا هو الواي فاي زي ما احنا اتفقنا أرخص بكتير من الموبايل داتا أو الرومينج أو حتى الداتا العادية يعني. فشركات الاتصالات تفضل إن أنت تستعمل الموبايل داتا، يعني أمر طبيعي، هو أمر بيزنس يعني أو أمر تجاري. عمرها ما هتديك اللي انت عايزه، ده السبب الرئيسي. لكن احنا عايزين ندخل الدول مش عايز اقول الدول الناميه اللي لسه داخله الاتصالات حديثا، ندخلها بالواي فاي وده ارخص بكتير من الاول، فيبقى هم ده الاساس مش ثانوي يعني. دكتور حاتم، انا شايفك حد سابق دايما للزمن وللي بيحصل على ارض الواقع، وعندك فيجناري زي ما بيقول، عندك رؤيه مستقبليه. هسالك العلم رايح فين والفيزيكس رايحه فين؟ هل النهارده الولاد اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي لسه محتارين هم في ثانويه عامه محتارين يدرسوا ايه، يدخلوا كليه ايه، او عايزين يدخلوا هندسه بس مش عارفين يتخصصوا في ايه، العلم رايح فين؟ يعني ايه سوق العمل اللي هيبقى محتاجه الفتره الجايه في العالم كله؟ هو بلا شك البرمجة. يعني البرمجة، لأن الإمكانيات ليها سهلة جدا يعني، بلابتوب تقدر تبني لأي حد في الدنيا يعني. فالبرمجة مهمة جدا. العلوم طبعا للي بيحبها وللي بيفهمها طبعا هي أساس التكنولوجيا كلها. الرياضيات، اللغة، لا يعني ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. فدي كلها حاجات، واللي بيفهم رياضيات اكتر بيفهم كل حاجه تانية اسهل. يعني اقول للشباب كله ركز على الرياضيات، ركز على العلوم ويفهمها يعني. لكن احنا رايحين فين؟ لا، العلم لسه يعني بندرس ازاي ننقل الكهرباء لاسلكي، ازاي نولد طاقه بطرق ارخص بكتير وانضف بكتير من اللي موجود. بندرس، ما وصلناش. لا هو في طبعا احنا بنعرف نشحن الموبايل وايرلس. مش فاهمه يعني ايه الكهرباء لاسلكي. انا برضو كنت ازاي يعني بدل الاسلاك اللي احنا بنشوفها في الشوارع دي تبقى وايرلس؟ بالظبط. ازاي بقى ده موجود؟ العالم الكبير اللي هو نيكولا تسلا عملها، جربها من 100 سنه تقريبا، بس مش كل التجارب يعني يتم تطبيقها. لا ازاي؟ عايز اعرف. ويستنج هاوس قال له انت هتفلسني، قال له انا بصرف عليك علشان تعمل لي فلوس، فهتعمل لي حاجه تلغي الشبكات اللي انا مبنيها. معلش برضو انا ازاي تكرار للسؤال، بس ازاي انقل الكهرباء لاسلكي تقنيا؟ يعني انا ماشي احط مثلا بطاريه واشحنها، او احط بطاريه وابدلها، لكن انقل الكهرباء لاسلكي انا معنى ذلك ان مش هيبقى فيه مكابس او ما يعني كوبس بعد كده اشوفه خالص؟ ده مستقبل يعني. هنقول احنا عارفين ان الموبايل بعض الموبايلات بتتشحن لاسلكي. لاسلكي هي في الواقع لاسلكي فعلا يعني، بس بنستعمل موجات عاليه يعني مثلا 20 ميجا هرتز، فلازم يبقوا قريبين قوي من بعض، الطول الموجي قصير جدا. بس قالوا ان دي مضره برضو بالمناسبه، اطباء قالوا انها مضره جدا. لو احنا تمام، لو احنا بعدنا الموجه
طولنا الطول الموجي قوي خلاص تقدر تبعد. ازاي علميا ان انت عندك دايرتين بيرنوا مع بعض فيهم بيهم بينهم ريزونانس او رن، بتحط حاجه هنا بتظهر هنا تقفلها هنا بتفضل هنا. وده عليه دراسات ده وصلنا لايه فيها حضرتك هناك بقى فاكيد عارف عننا. في دول بتنقل الكهرباء لاسلكي بس مره واحده، يعني مش للمكوه وللغساله لا في نقل كهرباء لاسلكي غير الكهرباء. ايه تاني عايزين نفهم؟ التوارد الخواطر، يعني مؤكده ان الام مثلا بتحس بابنها ازاي. ده الفيزياء دلوقتي بتقول ممكن ان الموجات نفسها اللي هي طولها موج طويل قوي دي القلب بيحس بيها. و ده حصل لي انا بشكل شخصي اكتر من مره، ده حقيقي جدا. ده حقيقي، ده مثبت يعني. ده خلاص ابتديت فهم. بنقدر ننقل موجه سعاده، نقدر ننقل موجه اكتئاب. العلم داخل في الحاجات دي. السيارات ذاتيه القياده مثلا اوتونوموس كار، دي موجوده يعني. بس محتاجه طرق معينه وكده، لكن عشان الطريق لازم يبقى مجهز ان هي شايفاه. يعني شركه انوفيشن بتاعت حضرتك مش اسمها انوفيشن؟ هل بتدخله في تطوير حاجه زي كده؟ احنا مركزين اكتر على الاتصالات والطاقه المتجدده ونقل الطاقه اللاسلكي. في بروجكت شغال عليه قصدي يعني دلوقتي؟ طبعا. زي ايه؟ احنا في يعني واخدين رخصه اتصالات في موريتانيا وفي تشاد وحاليا بنشتغل على الكونغو والكونغو الديمقراطيه. ده بيزنس وايز، انا بتكلم على اختراعات حضرتك. كلها حاليا في نقطتين، في الاتصالات وفي الطاقه المتجدده. ففي الاتصالات احنا عملنا 3 تحديثات في الواي فاي، كنت بقول في 3 مشاكل حليناهم الحمد لله. فاول مشكله ان الواي فاي مدى قصير. فحسنا على نظام الريبيتر، فبيبقى عندك وصلت الكم حضرتك اللي عامل ريبيتر؟ لا احنا شركتي هي اول واحده عملتهم. لكن طورنا بقى دلوقتي يعني على النظام، بقينا نقدر نعمل واي فاي متشابك، فمن نقطة واحدة فيها انترنت نوزع الانترنت في مسافة كبيرة جدا. الواي فاي بيكلم بعضه، فالراوتر وهو قاعد بيكلم راوترات تانية يوزع الانترنت. وفي نفس الوقت جواه راوتر تاني بيكلم المستخدمين. فبالطريقة دي بنوزع الانترنت لاسلكي. فدي كانت أول حل. في مشكلة مشهورة في الواي فاي، ان انت اما بتكلم راوتر بتفضل تكلم نفس الراوتر لحد اما السيجنال تموت. لحد اما الرساله تموت. عملنا حاجه بحيث انه بقى زي الموبايل سيستم بيسمع للراوترات التانيه وينقل نفسه على الراوتر الاقوى. دي كانت ده جربتها يا فندم ولا لسه؟ خلاص عندنا ابلكيشن شغال، يعني تم خدت براءه اختراع عليه. سجلنا الاختراع، لسه ما خدناهوش لكن سجلناه. اللي هو نظام بنقول عليه واي فاي سون، ده نظام جديد يعني. اسمه ايه؟ واي فاي سون. سون قريبا. فواي فاي سون ده بيشغل الواي فاي اكنها موبايل سيستم. فده حل مشكله كبيره جدا في الواي فاي، بقت تنفع تبقى موبايل. فنقدر، فده بنستعمله في السيستمز بتاعتنا. دول الاثنين الكبار يعني. طب ولو ايلون ماسك طلع الأقمار سبيس اكس بتاعه، مش هيقضي تماما على تقنيات الواي فاي في العالم؟ ابدا. ده هو اقصى ما هيبقى بنقول عليه باك هول، انا باخد منه واوزع. ايلون ماسك عنده 3 مشاكل او الرئيسية عنده، هياخد فلوس من واحد في أفريقيا في أدغال أفريقيا إزاي؟ ما هو قال لك أنا عايز أعملها علشان البشرية والصحة. ممتاز. مش هو قال أنا يعني بقى بعمل ده للبشرية؟ بيدعي كده. تمام. بيدعي كده. أوكي. يعني هو بيقول هبيعها ب$10 لأفريقيا. هو النهارده بيبيعها في أوروبا ب$150 في الشهر. فدي أول حاجة يعني. لكن نقول إن القمر الصناعي ما بيخشش جوه البيت، يعني واحنا قاعدين في الاستوديو هنا مش ممكن القمر الصناعي يوصل لنا.
فعلا؟ رسالة ما تقدرش، الموبايل بيخش هنا بضعف، والموبايل على بعد 8 كيلو، القمر الصناعي على بعد 500 كيلو. فالرسالة ضعيفة جدا، فلازم تبقى شايف القمر مباشرة. هو ميزته الوحيدة اللي عنده قمار كتير، فمن أي حتة في الأرض بره لازم تبقى في الخلا، فأي حتة في الخلا تقدر تشوف قمر. لكن هل أنت تقدر تشغله من جوه بيت؟ لا. ففي الدول اللي ما فيهاش إنترنت، دول حارة جدا يعني. طب هي الكاميرات اللي بتجيب ساعات الحاجات اللي جوه المباني دي بتبقى بالانفراريد ولا بتبقى بايه يعني برضو؟ طبعا نفهم يعني. الله عليك يا بس. لا اقصى ما فيها، مش ده قمر صناعي برضو؟ انا معاها على فكره. لا 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 اقصى، لا لا اقصى ما فيها انفراريد، ولا وما فيش يعني انها تخش جوه البيت، لا طبعا يعني. بس القمر ده حقيقي اللي بتقوله باسنت ده؟ حتى يعني ما يعني ما الاقمار الصناعيه العسكريه على سبيل المثال تقدر توصل لاي حد جوه تشوف بيعمل ايه؟ بس بالانفراريد. لكن طبعا لو في حاجه منع، حاجه منع. يعني اذن يعني البيوت بتمنع دخول يعني ما فيش بالظبط. لا فإيلون ماسك للدول الفقيره او الدول الناميه مش مناسب. هيقدر يوصل ده اساسا، مش هيعرف ياخد فلوس. ده في افريقيا عايزين يدوني فرخه. إيلون ماسك كمان يعني بعد ما خد تويتر كان بيخلي الناس عايزين يدفعوا $8 لو الحساب موثق، فاكيد هياخد فلوس على الواي فاي ديفينتلي يعني. طيب يعني النهارده احنا بنتكلم انه العالم كله محتاج انه يبقى بيتوصل لي الانترنت او الاتصالات بشكل مبسط، هل هنقدر نشوف ده في المستقبل القريب ان العالم كله يبقى واصل ببعضه؟ لانه ناس كثيره من الكره الارضيه لسه ما عندهاش اتصال سريع. لا ان شاء الله يعني نتمنى ان خلال الخمس سنين الجايين هيبقى العالم كله متغطي. يعني في خطوات جاده، يعني زي ما اكتبوا لي احنا في خمس دول افريقيه حاليا، وفي ماليزيا في المناطق الصعبه، في ماليزيا وباكستان الحمد لله يعني. فاحنا بنتحرك. إيلون ماسك بلا شك هيساعد لو الإقمار بتاعته كملت، ويعني ان شاء الله هنشوفها قريب. طب حلم حضرتك الشخصي ايه؟ يعني هل في حاجه معينه مستعصيه عليك وما زلت انت برضو ايه عمال لا انا هجيبها؟ وهل دي متعلقه بمصر او ليها علاقه يعني هتساعد مصر او المصريين؟ يعني هو طبعا اي حاجه بعملها دلوقتي يعني خلاص خدنا الشهره وخدنا الفلوس وخدنا، فاي حاجه بعملها دلوقتي عايز اعملها من مصر يعني. فعايزين يتعرف ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلت في الاول ان مصر ولاده، وان احنا عندنا علماء كبار، وان احنا نقدر نعمل اي حاجه. فالتكنولوجيا انا مصر انها هتطلع من مصر، مش هتطلع من امريكا او من كندا. عظيم. وان احنا عليها ميد ان ايجيبت يبقى عظيم. فده اول شيء. تاني شيء فده بالنسبه للتكنولوجيا في الاتصالات وكده. احنا شغالين زي ما قلت على الوايرلس الكتريستي، النقل الكهرباء اللاسلكي. عايزين نوصل لطرق سهله، وعايزين نعمل في عندنا نظام للاستمطار. ده شغالين عليه جدا يعني. مش استمطار بقى ان يبقى عندنا سحاب نعمل فيه حاجه يروح ممطر، لا احنا بنجذب السحاب من اصله. فبنحط بنضخ موجات، مش موجات، ايونات سلبه في الجو بتجذب السحاب من خط الاستواء او من اوروبا. دي احنا عندنا تشوف انا شفت الصين اشتغلت على المشروع ده وعملت فيه حاجات، احنا يعني سابقينهم بكتير يعني. في خطوات اتعملت في ده. احنا عندنا جهاز في دبي وشغالين بيه بقى لنا سنين يعني. واشتغل خد براءه اختراع واشتغل؟ في براءه اختراع عليه وشغالين يعني، هو شغال. ولا لو انت شفت خريطه العالم هتلاقي خريطه السحاب، هتلاقي ان في دايما حوالين دبي في سحاب. يعني العقول المصريه لما بتاخد الفرصه الصحيحه بتغزو العالم، وزي ما حضرتك عملت. شرف كبير ان حضرتك تكون معانا النهارده. الدكتور حاتم زغلول مخترع الواي فاي السريع، كل الشكر ليك على وجودك معانا وانك اديتنا من وقتك. اكيد كل الشكر ليك يا دكتور. شكرا ليك يا دكتور، ويعني شرف كبير لينا والله. مستنيين اللي جاي بقى اكتر واكتر، وان شاء الله نرفع اسم مصر فوق باذن الله. شكرا. مشروعات قادمه في مجال الاستمطار او في مجال نقل الكهرباء عبر وايرلس، ومشروعات أخرى كمان في الطاقة المتجددة اتكلم عنها الدكتور حاتم زغلول، العالم المصري الكبير القدير اللي اخترع تقنية الواي فاي في الجيل ما بعد الجيل الثاني، اللي اشتغل بها في الجيل الثالث والرابع والخامس. نورنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر، ربما استمتعنا بهذا اللقاء.